السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية عمل الساق لزهرة الهيليكريزم بعد تجفيف الأزهار عن طريق سلك وأوراق يتم معاملتها ويتم لزقها على السلك بواسطة الغراء ولحم الزهرة بهذه القاعدة التي تم عملها مع شرح لعمليات تجفيف لباقي الأزهار. أنا سيبت برضو اللي هو اللابلوس ده أزرق منه على أساس يمشي مثلا الأزرق يمشي شوية مع البنفسجي. كنت بزمه بنفسجي يا سيدي للأسف ما عنديش منه عشان يمشي مع لما يتحط مع الستاتس يمشي اللي هو هينطقوا الهيليكريزو اللي هي اللي على بنفسجي يعملوا كومبينيشن حلو مع الأبيض. وكوفي الوردة زهرة مثلا بتبدأ بالبنفسجي عشان هو كتير من المسدس الناس حضرتك بتعمل لها قعدة صح كده؟ بالظبط انت بتلف بس السكر بتطلع تسلم ايديك. عليكم السلام. توصلت الحمد لله بفضل ربنا يعني توصلت الفكره في الاستاتس. الاستاتس صراحه يعني مش جميل قوي. يعني مشت كده مش جميل قوي فانا بحاول اتحايل عليه عشان يبقى جميل او اطلع منه اشكال تانية من نفس النبات لان هو طبعا مستو مجفف وقوي وكل حاجه. بتحايل ان انا اطلع اشكال تانية تبقى جميله جدا من ضمنها الشكل ده. بس طبعا انا ما عنديش سلك دلوقتي اللي هو مثلا كده اهو مثلا. الشكل ده كده هيبقى مدور. وبعدين بيتجفف بقى بطريقه بيتعلق بطريقه بحيث ان هو ايه تبقى كده اهو. شوف حضرتك الشكل. حلو جميل تحفه. يعني ايه على شكل غيرنا شويه في الهيئه بتاعت الستاتس على اساس يبقى جميل يعني. فهو بقى كده هو بالظبط. فانا بربطه عندي سلك زي الشعر فبربطه بيه رفيع كده وبعدين برضو بنشفه بحيث ان هو يكون كده. يعني عشان الفلورس دي تنزل تنام كده كده اهو وبجففه في الوضع ده وبحطه مثلا في اي حاجه كده. لغايه مثلا يوم يومين كده فبيجف على هذا الوضع فبيبقى شكله كده جميل جدا تحفه.
احنا غيرنا كده عن الايه طريقه المشطه والحاجات دي، يعني غيرنا من الشكل وعملنا شكل ورده جديده. طبعا يتعمل بنفسجي ويتعمل اصفر كل الالوان. انا حاليا بعمل عليه تجارب، ولذلك انا استاذن حضرتك هاخد بس جزء من الحاجات اللي مجففاها، انا اخد جزء بس واقسم لك الباقي. يعني بنقول له ليه؟ قول لنا يا عقل كده حلو عشان ما تزيديش. بقول له كده برضو جميل جدا. جدا. ده زي حاجة زي شجيرة مصغرة او حاجة. فانا برضو جففته بس بريسد بقى. تمام. بريسد عشان ايه كده اهو. يا اما رمح او اللي هو السيليكا والرمح او بريسد. تمام. مش محتاج بريس عالية، يعني نص بس، نص كابسة كده في كتاب او حاجة. بيبقى شكله جميل. وبعدين بقى يعني بتعمل بريس وبقربه من بعضه كده بيبقى شكله حلو. طبعا شكلها اتغير خالص، شكله صغير ما بقاش مشط واخد. لا خالص. فاصبح عندنا من الستاتس عملنا مثلا ايه حوالي 3 اشكال. تمام. لو خدنا 3 اشكال دول وغيرنا في الوانهم هيبقى عندك 30 شكل. صحيح. فمن نفس النبات، فدي برضو حاجه كويسه اللي هي معالجه النبات، لما يعني ايه معالجته بحيث ان هو يديلك، بتاخدي منه اقصى ما يمكن من امكانيات. تمام. اقصى ما يمكن. انا عايز اوريكم حاجه برضو مش عارف انا قلت عليها ولا لا، بتاع الخرشينه. هو وانا بشيل بقى البذره زي ما وريتكم بقى كده، بشيل منه البذره او الشعرايه الغامقه، بتفضل الشعرايه الفاتحه دي، وابدا ان انا اسرحه بالمشط كده اهو، وبعدين اسرحه يعني افصله جزء كده وجزء كده، وبعدين اجي على الجزء ده احط فيه نقطه غير ابيض او اي نوع من اللزق والفه كده وامسكه في بعضه، وطبعا اسيبه ينشف شويه وامسكه اضغط عليه كده عشان يديني الشكل ده، وفي نفس الوقت الخارجي ده بسرحه بحيث يكون على تحت، فيديلك شكل ده من الخرشوف البري، يعني ده يعني شكل مستخرج من الخرشوف البري. طبعا ده جميل جدا، تحفه، يمكن من الحاجات الجميله جدا. ولما يضاف اليه بقى امكانيه صبغته بعده الوان او اي حاجه، يعني بيدينا اشكال جميله جدا. فده برضو طريقه للتعامل عشان اطلع من نفس النبات عده اشكال، لان النباتات المجففه دي امكانياتها واسعه جدا، في نفس الوقت مش كتير قوي بيقبل التعامل ده. تمام. هل تقبل الصبغه؟ خرشوف يقبل الصبغه؟ يقبل. بس بيقبل الصبغه اللي هي الصبغه السريعه اللي هي بالتمر. تمام. لكن الصبغه اللي بالميه لا مش بيقبلها. الشعر ده هو ما بيقبلش الصبغه اللي بالميه، اللي هي الصبغات اللي بالميه العاديه دي. لا يقبلها يعني. او يعني بيقبلها بنسبه بسيطه قوي، يعني ما بتاثرش يعني. لكن الصبغه اللي هي التنر، الصبغه السريعه دي بتبقى براقة براقة جدا جدا جدا، وبيقبلها بسهولة. ومن ضمن الحاجات برضو ده من نفس فصيلة الخرشوف، او يعني مش خرشوف اللي هو ده نبات بري، ساعات في بعض الناس بيسموه شوك الجمل او حاجات زي كده، بس ما اعتقدش ان هو ده شوك الجمل. المهم ده نفس الفصيلة تقريبا، بس ده القلب بتاعه. انا مؤشر طبعا الورق ده بتاعه كله شوك جامد، يعني مؤشر الورق بتاعه ده القلب الشعر بتاعه. بتعامل معاه بنفس المعامله دي، بالمشط وبشيل البذره بس طبعا بخفه، وبعد كده بديله صبغه اللي هي السريعه دي. يعني جميل جدا، لان يعني نتيجته حلوه وبيطلع منه الوان جميله جدا. هوريك منه الالوان بتاعته. انا عامل هنا شويه ورق كده تلزقها مع السطر، الورده تلزق عليها كل ورده ورقه. لا مش ايوه الصف المعمول. ايوه انت عملت ان هم دول كل واحده ورقه دول. خلي بالك ده في اثنين معمولين على ظهرهم، اللي انا متهيألي كده البس النضاره كده عشان مش بيسموه زربيحه، ونبات بري يعني مش فصيله السبانخ والكرفس والحاجات دي، ده بيطلع الشملوخ بتاعه اللي فيه البذور. ده نبات جميل جدا، بس هو عيبه بيقع يعني الفلورسي بتاعته بتسقط. يعني هو كان مجفف حلو، لكن التعامل بتاعه صعب. فده انا بعمل فيه ايه بقى؟ او لسه الحقيقه انا هجرب يعني. هبيضه اولا، وبعدين هرشه ماده سبراي شفاف.
بحيث يمسك الحاجات دي. تمام. يعني انقعه كده في السائل، اعمل سائل طبعا زي حمام كده في محلول، وانقع فيه ده كده واطلعه كده بحيث ما ياثرش على اللون ولا ال، وطبعا هتلون. يعني ده هيتعمل له ثلاث عمليات، بليتشنج اللي هي الاكسجين التبييض، ثاني عمليه التلوين، ثالث عمليه الصبغه اللي هي السريعه. او يتعمل الاول بليتشنج، او نستغنى عن العمليات دي كلها ويتعمل اللي هي ايه بويه، مش بويه يعني اللي هي البلاستيك الابيض عليه الوان. تمام. بحيث ايه يعني يتسقسق كده ويطلع ويتصفى، بحيث ايه يبقى ماسك البلاستيك الابيض فيه ماده غرويه، ماده زي الغير يعني زي الغير الابيض، فبيبقى ماسك الحبيبات ما تسقطش ويديله نفس اللون. بس طبعا بيفقد البلاستيك، بيبقى بيدي منظر ايه مش يعني مش طبيعي شويه. يعني غير الصبغات اللي هي ترانسبيرنت الشفافه دي بتدي ناتوريل الزهرة جدا. هو بصراحه انا هو شكله كده تحفه، حلو جدا جدا. بس انا بحط حاجات عشان الاستخدام، هو طبعا يستخدم يعني الناس هتستخدمه للتناول كنقل بيع مش عارف ايه استخدام. صحيح. الواحد بيحط كل المراحل. من ضمن المعلومات برضو النبات اللي هو بيطلع بري في الرز اللي هو الدنيبه. الدنيبه ده نبات جميل جدا طبعا، بيرموه الرز بينقوه كده ويرميه، بيعتبروه بري، بيعتبروه يعني حشيش. حشيش ده تحفه تحفه تحفه، في بلاد قايمه عليه زي الفلبين. هي معظم الحشائش شكلها تحفه جدا والله تحفه. بس هي مضره بالمحاصيل. تمام. يعني هو جميل جدا تحفه. يعني اللي هو الدنيا اللي بتطلع في الرز جميل جدا. تمام. يتبيض ويتصبغ كل انواع الصبغات، سواء مائيه سواء صبغه مائيه سواء صبغه اللي هي الصبغات السريعه، حلو جدا. فيعني برضو زي ده، بس التاني بقى جامد. ناشف. الجنيبه ده تخبطيه كده ولا يسقط. تمام. ومتداول ورخيص وكل حاجه، كل اللي تقوليه يعني. تمام. ذكر ربنا صباح الخير.